صباح النور. اهلا وسهلا فيك. شكرا. وكل ما بدنا نحكي معك بدنا نقول لك الحمد لله على السلامة، وبدنا نقول انه الله يكون واقف معكم، وما في بايدنا شيء الا انه ندعي لكم ونذكركم بصلاتنا لحتى الله يرفع هالشدة عنكم. سيدنا يا ريت تحطنا شوي باجواء شو عم بيصير الآن مع مسيحيي الموصل ومسيحيي العراق بشكل عام، ولكن الموصل كان لها نصيب كبير بهذا الأمر. يعني في المدينة لا يوجد مسيحيون بعد، لأول مرة في تاريخ المدينة تفرغ من مسيحييها، وحاليا العائلات تعيش في قرى ما يسمى بسهل نينوى أو مدن إقليم كردستان، في عوائل مسيحية استقبلتها أو الرعاية ومدارس وأديرة، يعني وضع كتير مأساوي لأن خرجت من دون شيء ونزع منهم كل شيء حتى الأموال، يعني لم يتركوا قرشا واحدا في جيوبهم، فتشوا جيوبهم وأخذوا حاجاتهم وحتى سياراتهم، وأيضا سجلوا كل ممتلكاتهم يعني بيوتهم ملكا للدولة الإسلامية، يعني مأساة بكل معنى الكلمة. نعم. يعني هاي تماما هي جريمة ضد البشرية. طيب. كذلك الكل خايف يعني. نعم. من أنه لأنه هناك شريط كتير ضيق بين الأماكن التي تسكنها هذه العوائل وأيضا المنطقة التي تسيطر عليها فصائل الجهادين، لكن في كل مكان خوف، في بغداد خوف، المسيحيون خائفون، كذلك المسلمون يعني. نعم. يعني سيدنا ماذا بالنسبة تسوء وما نعرف متى تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. نعم. سيدنا بالنسبة لكم كرجال دين وكمقر بطريركية، ويعني أنتوا لشو عم تتعرضوا أيضا؟ يعني إذا كانت الموصل قد فرغت من ناسا ومن مسيحيها، أنتم كرجال دين وكمقر البطريركية هل تعرضتم لشيء ما؟ مقر البطريركية في بغداد العاصمة. نعم. أنا رحت إلى هناك دعما لهذه العوائل وتنسيق العمل والاتصال بحكومة إقليم كردستان لمد يد العون لهذه العائلات، وأيضا تقديم الشكر لهم على ما قاموا به من استقبال واحتضان وحماية يعني. لكن الأساقف والكهنة والروبان والرابات أيضا انتقلوا من المدينة خوفا على حياتهم. نعم. لأن الكل هدد، إما الإسلام إما الموت. نعم. طيب سيدنا ماذا عن يعني الاتصالات التي تقومون بها مع الدول الغربية، مع الفاتيكان، مع الكنائس الأخرى، شو عم تسمعوا؟ يعني كيف عندهم إمكانية أنه يدعموكم بطريقة ما؟ يعني صراحة هناك تضامن كبير في العالم كله من المحافل الدولية وأيضا المجالس الأسقفية وبطاركة الشرق بأجمعهم للوقوف إلى جانب هذا المكون المسيحي المنكوب اليوم وهذه الكنيسة المهددة. وفي اتصالاتنا مع السفراء هنا في بغداد وكذلك مع الحكومة العراقية المركزية ومع حكومة إقليم هناك تجاوب يعني، لكن كل هالمثلث السني ما يسمى المثلث السني وموصل من ضمنها لا توجد الحكومة سيطرة عليه. نعم. فصعوبة الاتصالات وصعوبة يعني إخفاء هؤلاء الجهاديين من المدينة. أنا بدي أشكرك كثير، شكرا لك على هذه المداخلة بطريرك الكلدان في العراق والعالم مار لويس روفايل الأول ساكو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.